وين يا عم؟ الله يبارك فيك، الشركة دي بقى لي ساعة بلف في الشارع، سيب جمعية الأهرام على يميني. طب أصدد وشي مغرب ولا مقبل كده كده؟ الجمعية قبت على يميني الشمالي. هاي هاي هيدي هاي خلاص أنا وصلت. السلام عليكم. السلام عليكم. شركة أولاد الأول إن شاء الله. طيب تمام، أنا وصلت عندي. عنديكم شامبوات هاي؟ ان شاء الله. يا اخي ما تفرجني يا اخي، في حاجات كثيره. اي النوع اللي عايزين؟ بنتين الله يرحم ابوك يا شيخ. بنتين اي ما فين بالفطنه موجود اهو. الله يبارك عليك في حق قومي. الاسعار شكلها ناطر. لا يا عم تقلقش، الاسعار هنا اسعار في متناول الجميع، اسعار نجوم نحن ان شاء الله. بص، معانا عروسه يعني عايزين ليها معجزه، عليها جلخ على وشها، عايزين ليها كريم يشيل الجلخ ده، يعني فرحها بعد 4 ايام معجزه. هقول لك كيف؟ هقول لك معرفة. الحل عندك اه موجود، في عندنا سنفرات، في عندنا كريمات تفتيح. ورينا يا اخي حاضر، ورينا كريمات حلوه. ما هو جوا بقى عندك في كل كريمات التفتيح. اه كمان قدام لك. وين ده؟ لا لا ده كريم شعر قدام شويه كمان. والله شكلها وقعت اخوك فينا. اي الحاجات بس اللي عندك في وشك، في كريمات كثير عندك، وفي بيتا فالوس وبوتلس وكل فترة. هذه حاجه شكلها فاخر للاخر، وحتروق لك وشك. ولو عايز المستورد بتاعتها، في السنفرات تحت منك، كل انواع السنفره تحت منك. اي بالله علشان وش عليك ما يجلك، والله العظيم ده العريس حيد عليك. ده غسول. هذا حاجه هات لي انا واحد من ده، حاجه نظيفه. ده غسول كويس. ده سنفره رمان. الرمان كويس، انا بسمع عليه للبشره. تمام ماشي. في عندك استشوارات، مقاوي شعر، استشوارات، فرش كهرباء. عايز استشوار يا عم؟ دي حاجات باين عليها غالي واسعار نار شكل. لا يا عم ما تقلقش، اسعارنا في المتناول، احنا جمله كله هنا، ما فيش جمله ما فيش قطاع عندنا. اسعار كويسه. طيب حجيب لك حاجه بعد ما تخلص بقى فرحك، تستخدم تفتح كوافير قدام البيت، شوف لك دكان وتفتح كوافير. ناخذ لنا واحد، جاب لنا لك 300 واحد، يعني تعمل للشارع كله. حط لنا ده فيه. في عندك ده بقى ستاند المستورد، زيوت وكريمات وكل حاجه مستورده. ده بتاع ايه ده؟ ده شامبو كيش كينج، ده للشعر الطويل، حافظ عليه من الاتصال. عايزين شعرك بالقصه؟ والله العظيم شكلك حق فلسينا وحق كومينا اصلا. حنروح نشهت عشان نركب مواصله. كيش كينج حلو باين عليه. لا كويس محترم كيش كينج. ده ايه؟ ده بوديس بلاش. ده ايه ده؟ معطر للجسم. بعد الاستحمام يعني؟ بعد الاستحمام يا راجل. كهدين تشك خجر. لا هاي جميلة. لا ده حاجة محترمة. لا بعد ما تتروق هذا. هات لي خوخ، أنا بحب الخوخ. خوخ لا، الموجود رمان وفلاور ورد. شوف ده. زي بعض ورد ها. ده هو الورد؟ ده ورد. زي بعض هات لي ورد. ماشي. لوشن في عندي، في لوشن جليتر. حاجة محترمة مستوردة. طب تعالى يعني. لوشن للجسم. بتخطى كيف يعني في الجسم؟ لا ما كفايه، اخذنا واحد، هي مش خسائر عوش. في عندك بوبي كريمات للتفتيح في فوق عندك، وضد الشمس، وفي حاجه ديزر فيتامين سي للبشره. ضد الشمس؟ النبي مزرق وحالة ابوه اعطينا، الشمس اكلت فش يما قالتها بس. خلاص في حاجه بوبي هنا اهو. ده ايه ده البرتقال؟ ده ديزر، ده فيتامين سي للبشره. اي يعني بيقوي الفش. بيحافظ على البشره، ده بيحافظ من تجاعيد البشره وبيحافظ عليها. ودي في عندك البوبي لا البوبي. اخذنا لي حاجه البشره ولا حاجتين، هي خسائر. دي ريحه دي صح؟ دي برفانات. عيب بالله عشان ريحتها تقرف الكلب المقجر. ادينا حاجه نظيفه. ده في حاجات نظيفه. والله العظيم حتى توقينا بلا فلوس. في حاجات الجراب، دي حاجات برفان سوداني مستورد. انا رايح اروح احجب لي حاجه. ورينا يا عم شببنا ولا اي حاجه كده تش لنا تشتين. هنشم الحياه اللي عندك. عايز حاجه حلوه يعني؟ ها؟ عايز حاجه حلوه؟ اي بس حاجه رخيصه بلاش يعني. لا احنا كله صارنا في المتناول، ما تقلقش شيل قصه السعر دي من دماغك. ده في حاجه شبه كعبه الجزم هنا. دي حاجه لطيفه، شبه كعبه الجزم بس تستخدميها اثنين، جزمي وسندل وبتاع وريحي. يعني كيف؟ منظرها نظيف والله. الفاخر من الاخر. هتتروق. هي ده؟ ده ماكينات حلاقة حريمي دي لورد. عاوز ماكينة حلاقة؟ زي بعض. دي واحد والله بتطلع لي سوالفها، عارف؟ كأني شايف عبد الحميد عشان تشيلي سوالفك دي بدل ما هو واصل الخشمة. دي بقى عندك فرش وقت التشابك، عندك الشيت ماسك بتاع الوش. لا فيش عادي شبابك أهل.
في حاجه شباب لا. شباب ليك انت؟ في حاجه زي كذا شباب. ليه بقى؟ حلو شباب. فايك عازية ثاني. ايوه حق راح تجميل. ما كفاية اهلك من هنا عندهم. من وين اجيب لك هنا؟ من وين اجيب؟ عندكم حاجات مستحضرات تجميل؟ في فرع الثاني فرع الميك اب في كل حاجة. حاجات بسيطة عشان الفلوس بالله عليك عاوز اروح يعني تكفينا اروح. في عندي في فرع الثاني في الميك اب فرع الثاني في الشفا. ثواني عم داخل المحل الثاني. الفرع الثاني في الفوندك في كل انواع الميك اب اللي انت شوف يا الاستاذ تاخذ طلبات وشوف يا عزيز. ايوه فونديشن فونديشن ايوه عندكم فونديشن؟ في عندنا فونديشن تعالي ده بيوحد البشرة. طب عايزين لنا حاجة فندق واحد. طب عايزه نوع ايه عشان احنا عندنا انواع كتير وعندنا درجات من 1 لـ 4 شوف النوع اللي عايزه ودرجة كام. ايه درجات من 1 لـ 4؟ على حسب البشرة الفاتحة المتوسطة. لا هي سودة وكحلة بحالة ابوها طين لسه جايبين لي حاجات من المحل الثاني عشان فرح اقرب عايزين نشيل الجله خلف فوق وشك خلاص يعني جبنا لي حاجات عايزين الحاجه بعد اكيد حتفتح بعد الحاجات اللي خلص. ايوه بعد ما تتعالج من الحاجات تاخد الدرجه ادينا واحنا نشوف حكايه اللاجي بعدين. ماشي عايز نوع ايه عشان في انواع كتير اسالها عن النوع اللي هي بتستخدم اي نوع اي نوع ادينا هي هتاخد اي حاجه عندك نوع مايت سينما ده حلو خالص اي حاجه ببلاش دايس فيها في النوع اللي عندك ده نوع مايت سينما وتخطيطه حلوه وحلو يعني خلاص اتنين يعني ناخذ واحد ها هي ده تنت مين ده تنت ده ايه ده بعد ما بتخلص الكريم الاساسي والبودر بتحطه في الدودة عشان يخليها شكلها ورد لا ولا عارف مين ماسكارا بتاعت ايه دي بتاعت الماسكارا دي تقيل الرموش لو الرموش خفيفه فهي بتتكل وترفع معاها الرموش وين دي هي دي دي ده كل انواع ماسكارا شوف النوع اللي انت حابه برضه زي يا عم انا معاي شوف لو في عندها شرموش اصلا عليك هي تا في مين؟ اي نايلا؟ ايه؟ اي لاينا؟ بتاعت ايه دي؟ دي بتقسم على العين بيديها شكل حلو يعني كيف؟ بشل يا عم انا حاعمل ليها عندي ضوافر حديها بشلتين كده ولا ناقصي يا عم خلاص هات لي واحد هات لي واحد اي نايلا اسمها ايه؟ اي لاينا؟ هات لي واحد يا عم دي حتاكل راسنا ايه فرشة يا عم انا جايب مقشة جديدة ليه التقاليد مقشة جديدة كويسة تعملي بيها تمشي مكنسة الارض وتمشي بتاع مكياج برضه وميك لام جاف دي ولا ايه؟ لا دي لام قحط ها؟ ارمي عندها في حجر قديم كذب تعمل بيها كحل بلدي يا عم كويس على كحل ايه هي شادو ده في حاجة اسمها ايشادو؟ في عندي وين ده؟ هو عندك في اكتر من نوع يا عم الدين ارخص نوع الدين ارخص نوع خلاص جبت اثنين ليا لمين الثاني؟ مالي انا بنت عمك انا حصرف عليكم بنت عمك يا كاتبنا على الطاقة عندي واحد كفاية والله انا جاب استخدمه انتوا اثنين يا عم جبت لك كل حاجة انتوا عايزين تمام فيش عندهم عندكم شرف انتوا هنا عنديش عفيش عندهم شرف عندكم شرف عندنا محل ثاني فرع ثاني للاستثمارات امشي قدامه هتلاقيه في المواطن هادي على الشمال ولا على اليمين على ايدك الشمال في الهد تاع شرف ايوه السلام عليكم تكيف شغال وفاتح الباب فلوس اكون كثير بهذا اليوم ليش يا اخي قلت اتوجه وقياله برا هونك عندكم شنط هنا صح؟ في حاجات حلوه هنا نظيفه بنيه جملي شكلها جل طبيعي دي ولا مش عارف وين الفلوس انت هي منظرك الدابه وين الفلوس اللي معاك؟ في حاجات جميله نجيبها بدل الذهب اي دي ورين جيبها؟ يا غويشه دي ولا ايه؟ دي؟ دي اساور دي مكان الذهب تنفع ميمي كده كده شكلها شبه الذهب طب عندكم بوكسات انا يعني طول عمري اشوف البوكسات بيودوها ويجيبوها هذا زي بوكس كده نجمع فيه كم حاجه طب تفضل ايه البوكسات عندك؟ لا بس عاوزين اسعار ايه؟
من الاخر. اخوك جاي على الجمله العمليه جاي بتراب بوكس. مرحبا اخوك يا شيخ. طب عايزين لنا حاجات وفي زي بلي بلاستيك بتحطوا فيه. اه حط لحضرتك حاجه. هجيب شنطه صغيره شنطه انا عندي بس. ده برتقيل. ها برتقيل؟ اي برتقيل مش بوك. اه طب ما ليها هو اسمه بوك من زمان الدنيا. انت هتمدنه في الحاجه يعني تاخذي لك بوك بنات نظيف تمشي تزغرتك في الشقه. نظاره ما تم تطلع. والله يا عمر حد فعلكم لبس نظاره حتجيبيها لي هي منظره كذاب على الفاضي. في دباديب حاجات من دي قلوب كلاب اي حاجه. في دباديب ورينا طيبه ورينا ادينا ادينا دبدوب كلب اي حاجه يمشي معي حاجه دي. ما شاء الله ما شاء الله هذا من زمان الدنيا بس ولا هيتشال لنا. دي لنا في كيس ولا لا؟ هجيب لحضرتك بوكس اكبر. اي بس يكون حاجه رخيصه عشان العمليه جاي بجنب. في توك لو حضرتك عايز توك. توك ده جميل توك ما بتطلع شعرها هايش ويقرف الكلب اللي ما يتقرف. هات لي هات لي اثنين ثلاثه كذي. فيونكا حاجه نظيفه والله العظيم هتتجلع جلع ماسخ ما ليه اي طلع. وفي رسته البنات بتستخدمها اليومين دول. رسته البنات بتستخدمها تعمل بيها خصل شعرها. عفوا الرسته ما يمشيش معاها الرسته. هي حلوين على كده زي الفل. خلاص زي الفل حلو. فانا جبت ليها من المحل الثاني بتاعكم نار جبت ليها. فانا هذه حاجه لين او يكون غالي او يكون غالي. هو غالي شويه بس هديم بسعر الجمله طبعا. اه اكيد طبعا. طيب تمام نعم خلاص اكفي انا البوكس على كده زي الفل. حاول احط لها حاجات بس بس. عارف انت والله الواحد يخش المحل يقول لي هجيب حاجه واحده بس خش المحل جيبها لاقي نفسه شايل حاجات الدنيا. شكرين بارك الله فيك. حتى البوكسات حتوقع والله. وش وش فقر منافع معاها هاي. خلي بالك طبعا النهارده موجودين في ادفو في شركه اولاد ابو عوض ودي اقتصاد جمعية الاهرام وكل ناس ادفوا عارفينها ناس محترمة وفخمة الاحترام. فيعني اي عروسة بتجهز في نفسها بيعملوا عروض جميلة جدا. اي ست بيت محتاجة تروق على حالها فبصراحة مش هتلقى احلى مكان شركة ابو عوض. فدي الهدايا اللي مقدميها شركة اولاد ابو عوض خلاط ومكوت شعر ومش عارف ايه حاجات فاخر من الاخر. يعني مش هتلقي يعني مكان احسن من كده تجيبي منه حاجتك. اللي عايز يعرف الهدايا دي الشروط بتاعتها هيخش على اللينك اللي هسيبه لكم في اول كومنت في الصفحه ويتابع الصفحه بتاعتهم وهيشوف الشروط واللي هيحققها هيكسب. ونحب نشكر كل اهالي ادفو وتحياتنا اليوم.